تحت شعار أطفال للحياة بيت بدون سرطان، أقيمت في مسرح كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس ندوة توعوية بمرض سرطان الأطفال وحملة للتبرع بالدم لصالح مرضى سرطان الأطفال بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. هذه الحملة التوعوية العلمية الطبية تأتي ضمن متطلبات مشروع تخرج أحدى الطالبات، هي طالبة سماح بغرارة، طالبة شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام. هي في الحقيقة يعني هو يوم في الحقيقة يوم إنساني صرف يتعلق بالتوعية بمرض سرطان الأطفال. وطبعا عندما يأتي الأمر عند الأطفال وعندما يأتي الأمر عند الأمر يتعلق بمعاناة وبمرض، طبعا الحملة هذه هدفها إن نربطوا ونوعوا الناس على مصرف الدم، وإن عندنا راهو أطفال في قسم الأطفال الأورام قاعدة تموت من نقص الدم هذا. الحملة شارك فيها بعض من لاعبي فريق الاتحاد لكرة القدم السابقين والحاليين، وذلك للمساهمة وإبراز دور الرياضيين في مثل هذه الحملات. لبينا الدعوة لكلية الفنون والإعلام لحملة تبرع بالدم لأطفال السرطان، يعني بالنيابة عن الرياضيين السابقين اللي يلعبوا المنتخب الليبي ولا في نادي الاتحاد، ورياضيين نادي الاتحاد الحاليين، إدارة نادي الاتحاد، حبينا نشاركه في العمل الخيري. هذه الحملات ربما تنقذ طفلا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التبرع بالدم الذي طالما عانت المستشفيات في ليبيا من نقص حاد في مخزونه.